مرقس 9 وقال لهم: الحق بقول لكم ان من اللي واقفين هنا ناس مش هيدوقوا الموت لحد ما يشوفوا مملكة الله جت بقوة. وبعد 6 ايام خد يسوع بطرس ويعقوب ويوحنا وطلع بيهم لجبل عالي على انفراد لوحدهم، وتغيرت صورته قدامهم وبقت هدومه تلمع بيضة قوي زي التلج، ما يقدرش مبيضات هدوم على الارض يبيض زي كده. وظهر لهم ايليا مع موسى وكانوا بيتكلموا مع يسوع. فرح بطرس يقول ليسوع: يا سيدي كويس اننا نبقى هنا، يبقى نعمل 3 خيام، ليك واحدة والموسى واحدة والإيليا واحدة. لأنه ما كانش عارف بيقول إيه، لأنهم كانوا مرعوبين وكانت السحابة بتضلل عليهم. فجه صوت من السحابة بيقول: ده هو ابني المحبوب، اسمعوا له. فبصوا حواليهم فجأة وما شافوش حد غير يسوع لوحده معاهم. وهم نازلين من الجبل وصاهم ما يكلموش حد باللي شافوه إلا لما يقوم ابن الإنسان من وسط الميتين. فحافظوا على الكلمة لنفسهم وهم عمالين يسألوا: ايه هي القيامة من وسط الميتين؟ فسألوه وقالوا: ليه بيقول الكاتب ان ايليا مفروض يجي الاول؟ فجاوب وقال لهم: ايليا لازم يجي الاول ويرجع كل حاجة، وزي انه مكتوب عن ابن الانسان انه لازم يتألم كتير ويترفض باحتقار. لكن بقول لكم ان ايليا كمان جه وعملوا فيه كل اللي حبوا يعملوه زي ما هو مكتوب عنه. ولما جه للتلاميذ شاف شعب كتير حواليهم وكتب بيحاوروهم، وفي ساعتها كل الشعب لما شافوه اتحيروا وجريوا وسلموا عليه. فسأل الكتبة: بتحاوروهم في ايه؟ فجاوب واحد من الشعب وقال: يا معلم، قدمت لك ابني في روح اخرس، وكل ما يجيله يقطعه فيطلع رغوة بيضة من بقه ويجز بسنانه وينشف. فقلت للتلاميذ بتوعك يخرجوه، فما قدروش. فجاوب وقال لهم: يا جيل مش مؤمن، لحد امتى هفضل معاكو؟ لحد امتى هستحملكو؟ هاتوهولي هنا. فجابوهوله، فلما شافوا قام في الحال سرع وروح، فوقع على الارض يتمرغ ويطلع رغوة من بقه. فسأل ابوه: قد ايه وقت من ساعة ما ده صابه؟ فقال: من وهو عيل، وكتير ما رماه في النار وفي المية عشان يضيعه، لكن لو كنت تقدر حاجة فتحنن علينا وساعدنا. فقال له يسوع: لو كنت تقدر تآمن كل حاجة ممكنة للمؤمن. فساعتها صرخ أبو الولد بدموع وقال: أآمن يا سيد، فساعد إيماني لما فيش. فلما شاف يسوع أن الناس بتجري شخط في الروح النجس وقال له: يا روح يا أخرس يا أطرش، أنا بأمرك اخرج منه ولا تدخلوش تاني. فصرخ وصرعه جامد وخرج، فبقى زي ميت لدرجة أن الناس كتار قالوا ده مات. فمسكوا يسوع بإيده وقوموا فقام. ولما دخل بيت سألوا تلاميذه هم لوحدهم: ليه ما قدرناش احنا نخرجه؟ فقال لهم: الجنس ده مش ممكن يخرج بحاجة غير بالصلاة والصوم. وخرجوا من هناك وعدوا الجليل ومحبش حد يعرف، لانه كان بيعلم تلاميذه ويقول لهم: ابن الانسان هيتسلم لأيدين الناس فحيقتلوه، وبعد ما يتقتل حيقوم في اليوم الثالث. واما هما فما فهموش الكلام وخافوا يسألوه. وجيل كفر نحوم، ولما كان في البيت سألهم: كنتوا عمالين تتكلموا في ايه مع بعض في السكة؟ فسكتوا، لانهم قعدوا يتناقشوا في السكة مع بعض في مين هو اعظم. فقعدوا نادى الاتناشر وقال لهم: لو حب حد يبقى الاولاني فيبقى اخر الكل وخدام للكل. فاخد ولد وقومه في وسطهم، بعدين حضنه وقال لهم: اللي يقبل واحد من الولاد زي ده باسمي بيقبلني، واللي يقبلني فمش بيقبلني انا لكن اللي بعتني. فجاوبه يوحنا وقال: يا معلم، شفنا واحد بيخرج شياطين باسمك وهو مش تبعنا فمنعناه لانه مش تبعنا. فقال يسوع: ما تمنعهوش، لانه ما حدش يعمل معجزة باسمي ويقدر بسرعة يقول علي شر. لان اللي مش علينا يبقى معانا، لان اللي يسقيكوا كاس مية باسمي لانكم للمسيح، فالحق اقول لكم انه مش هيضيع اجره. واللي وقع حد من الصغيرين المؤمنين بيا فاحسن له لو علق في رقبته حجر رحايا وترمى في البحر. ولو ايدك بتخليك تغلط فاقطعها، احسن لك تدخل الحياة ايدك مقطوعة من ان تبقى عندك ايدتين وتروح لجهنم للنار اللي ما بتطفيش. مكان مدودهم ما بيموتش والنار ما بتطفيش. ولو رجلك خليتك تغلط فاقطعها، احسن لك تدخل الحياة اعرق من ان تبقى عندك رجلتين وتتامي في جهنم في النار اللي ما بتطفيش.
مكان مدودهم ما بيموتش والنار ما بتطفيش. ولو عينك خليتك تغلط فقلعها، احسن لك تدخل مملكة الله اعور من ان تبقى عندك عينتين وتترمي بجهنم النار، مكان مدودهم ما بيموتش والنار ما بتطفيش. لان كل واحد هيتملح بنار، وكل ذبيحة تتملح بملح. الملح كويس، ولكن لو بقى الملح من غير ملوحة فبإيه تصلحوه؟ خلولكوا في نفسكم ملح، وخليكوا في سلام مع بعض.